كان معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في مقدمة مستقبل أخيه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وبمعيته معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة لدى وصولهما إلى مطار البحرين الدولي مساء اليوم في زيارة رسمية. هذا وسينعقد غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في دورتها الثامنة برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية وأخيه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات. وتناقش اللجنة العليا المشتركة مختلف مجالات التعاون القائمة بين الجانبين وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها من المجالات، واستعراض ما تم إنجازه منذ الدورة السابعة لأعمال اللجنة المشتركة. كما سيتم خلال اجتماع اللجنة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تدعم كافة جوانب العلاقات بين البلدين الشقيقين.